السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم حسن. إن شاء الله فيديو النهاردة هنتعلم إزاي نعمل ديكور مطبخ. طبعا إحنا عملنا سقف فلات، بعد كده قفلنا السقف تاني وفرغنا منه 3 مستطيلات بس عشان يبقى فيهم إنارة كشافات كبيرة، وداير ما يدور هيبقى فيه كشافات طبعا. وعملنا حساب الدواليب بتاعت المطبخ من اليمين والشمال، عملنا بروز 80 سنتي. بعد كده إن شاء الله ده الرسمة اللي إحنا اشتغلنا عليها ونفذنا عليها الشغل بتاعنا، هتبقى مشابهة لنفس الديكور ده بالظبط، بس الكشافات هتبقى كبيرة والإنارة برضو داير ما يدور في المطبخ طبعا. وده شكل تاني مناسب برضو إن شاء الله، بس إحنا ما عملناش إنارة مخفية، يعني يعتبر واخدين نفس الرسم اللي إحنا اشتغلنا عليه. إن شاء الله هنبدأ دلوقتي نخش نشوف المراحل بتاعتنا. ما تنساش لو أنت أول مرة تشوف فيديوهاتنا تعمل لنا اشتراك في القناة لو أنت مش مشترك في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدعم لنا بلايك عشان خاطر نستمر. طبعا هنخش بعد كده على المراحل ونشوفها طبعا. أول خطوة زي ما إحنا متعودين هنبدأ نسنتر الغرفة اللي احنا هنشتغل عليها او المطبخ اللي احنا شغالين عليه، بس سنترنا طول بس لان العرض مش عايزين، احنا عايزين الطول بس. بعد كده عملنا طبعا هنعمل حسابنا ان احنا الطول بتاع المساحة 4 متر 70، والعرض اللي احنا بنشتغل عليه 3 متر 65، فاحنا على اليمين والشمال في الطول هنسيب 80 سم. فاحنا دلوقتي بنحدد الشبكة بتاعتنا اللي هي الرئيسية اللي هنحمل عليها السقف الجبسون بورد، تمام. فانت ال 80 سم من ناحيه اليمين والشمال هتعرضها مثلا 70، لازم تقل المسافه عشان الشبكه تخش من جوه بيت النور. يبقى قسنا من الطول 70 سم يمين وشمال، لكن العرض اللي هو 3 متر 65 احنا قسنا بس هنخلي بيت النور 50 سم. يبقى احنا خلينا بيت النور كبير في الجناب عشان الدواليب، لكن في الجناب العرض الصغير اللي هو 3 متر 60 خلينا 50 سم. ال 50 سم بتعرضها مثلا على 45، يبقى احنا كده عرضنا من الزوايا 70 سم من الطول، ومن العرض عرضنا 45. بعد كده هيظهر معاك مستطيل، طبعا احنا كده عملنا مستطيل. بعد كده هنقسم المستطيل بتاعنا نظام مربعات كل 60 سم، يعني هتاخد بعد كده تقيس المسافة بتاعتك من اول اكس اللي انت علمته الاول لحد التاني، هتقيس الطول مثلا كام وتقسمه على 60 سم. بعد كده هتقسمه في الطول والعرض، هيديك شبكة زي كده بالخضانة، هيبقى يديك السقف كله مربعات. بعد كده هتخرم بالشنور بتاعك مكان الاكسات اللي ظهرت، وبعد كده هتجيب التيشات بتاعتك وتاخد المقاس اللي انت هتشتغل عليه ايا كان النزول، لكن احنا مش نازلين عشان خاطر السقف واطي، فاحنا يعتبر واخدين اقل منسوب وشغالين عليه. بعد كده هتجيب التيش بتاعك وتركب فيه صامولة 10، وتركب بعد كده عصفورة حرف يو. بعد ما ركبت العصفورة تركب صامولة تانية 10 برضه. بعد كده جميع الاكسات اللي انت علمتها في السقف وخرمتها بالشنور بتاعك هتركب فيها التيشات بتاعتك، وبعد كده تركب السي وتظبط الوزنه بتاعتك على الميزان اللي انت شغال عليه. طبعا زي ما احنا قلنا وشرحنا ان احنا واخدين اقل منسوب شغالين عليه عشان ما نوطاش بالسقف، تمام. بعد كده هتركب السيهات طبعا، وتخلي ظهريه السي ناحيه التيش، يعني ما تخليش الوش السي عشان ما يبقاش ضعيف، لا خلي الظهريه ناحيه التيش. وتبدا بعد كده تحدد الوزنه بتاعتك طبعا ايا كان النزول اللي انت بتنزله. طبعا عشان احنا ما نوطاش بالسقف، تلاحظ ان احنا فاتحين الليزر بتاعنا الميزان اللي احنا شغالين عليه فاتحين له في السقف، بحيث نجيب اكتر ارتفاع لفوق وبيسلك الشغل بتاعنا. بعد طبعا ما ركبنا السي بتاعتنا ووزناها طبعا اللي هي بالعرض، بعد كده هناخد حاجه اسمها اوميجا بالطول. الاوميجا دي طبعا احنا لازم بتحددها بمقاسات معينه عشان هتبدا تشتغل عليها تاني تحت، ما ينفعش ان احنا ناخد الاوميجا عشوائي او بالتسكير، لا احنا بنحدد المقاسات اللي احنا حددناها ازاي. من خط النص طبعا احنا عاملين 3 فواصل اللي هم غطسين لفوق هيبقى فيهم كشافات، عرض الفاصل هيبقى 30 سم. فانت هتيجي من خط النص كده وهتروح واخد 16 سم يمين و16 سم شمال، بعد كده تروح ضاربهم خطان من ناحيتين وتشد عليهم الاوميجا بتاعتك، بحيث ولازم الاوميجا يتاخدوا بالطول عشان لما تيجي تفتح كشافات طبعا تلاقي مفيش حديد يجابلك، وفي اي حته انت حسب الاضاءه ما توزعها تبدا تفتح الكشافات بتاعتك. يبقى احنا خدنا الاوميجا دي بالطول، ما ينفعش ناخدهم بالعرض، يعني الشبكه وانت بتشدها لو انت هتنفذ نفس الديكور لازم تعمل حساب كل حاجه. فاحنا زي ما شرحنا احنا دلوقتي سكرنا التلات فواصل بس اللي هم اشتغلناهم فوق اللي هي ارضيه، يعني الشبكه كلها ميزان، بس سكرنا التلات فواصل بس. زي ما انت شايف احنا طبعا حددنا من خط النص مثلا، عملنا احنا دلوقتي هنشتغل فاصل 30 سم، يعتبر احنا سكرنا مثلا حته 40 سم فوق في الاول. دينا بعد كده خط النص معانا اشتغلنا عليه، طبعا لازم يبقى فيه فاصل في النص بالظبط، في خط النص بالظبط. فانت هتاخد 16 سم يمين 16 سم شمال عشان بعد كده الجبس يرد يمين وشمال السنتي بتاعه، هيديك الفاصل 30 سم. طبعا بعد ما ضربنا خضان زي ما انتم شايفين وعرضنا المسافات بتاعتنا،
بدأنا نشد شاش في الفواصل، وهنبدأ نشد الزوايا اللي هننزل منها السقف التاني اللي هو بتاع بيوت النور. طبعا الأمج اللي احنا شدناها فوق اللي احنا قلنا عليها قبل التسكير، دلوقتي احنا بنسمر فيها الزاوية من تحت. من طول المقاسات انت واخدها صح فوق، فالزاوية لما تيجي تسمرها تحت هتلاقي الأمج بتطول فتسمر في الأمج، لان المسمار مش هيمسك في الجبسون بورد، لازم يكون صاد وراه. بعد كده طبعا هتربع المسافة بتاعتك زي ما احنا قلنا، سابين في الجنب اللي هو القصير اللي هو عرض 3.65 متر، احنا معرضين بيت نور بس 50 سم، فهتقفل كده ظهر معانا المستطيلات اللي هي هتتفرغ في النص. بعد كده طبعا هتحدد الوزنة بتاعتك اللي هتنزل منها تحت المستطيلات. طبعا احنا مش هننزل كتير لان ده بيت نور مقفول، فاحنا تقريبا نازلين مثلا 9 سم، وهتبدأ بعد كده تشد الجوائم بتاعتك داير ما يدوب. يبقى احنا كده من خط النص عرضنا 16 سم يمين و 16 سم شمال، هيصفي الفاصل اللي هو في النص ده على 30 سم. بعد كده هناخد فاصل 60 سم هيبقى غاطس لتحت بارز، تمام. بعد كده هتاخد 30 تاني اللي هي 32 اللي احنا قلنا عليها عفوا، وبعد كده هيبقى بيت النور اللي هو 80 سم ناحية اليمين وصح ناحية الشمال. طبعا بعد ما ركبت الجوائم بتاعتك هتبدأ تمشي بالمجافير عليهم عشان لو في مطب من القطعية ما يبقى ما يبانش معاك في الشغل. بعد ما منجرت طبعا ونظفت الشغل بتاعك، هتبدأ تشد الزاوية تاني من تحت اللي هنسمر فيها الجبسون بورد. طبعا لازم وانت بتشد الزاوية بتاعتك يتخلي فيها باقي عشان تلف معاك كده وتمسك الشغل كله في بعضيه، اللي هي الجوائم اللي نازلة من فوق، يعني تحزم الشغل كله من تحت يبقى كله محزم بعضيه. طبعا بعد ما نشد الزاوية كلها داير ما يدور في المستطيلات اللي احنا عملناها اللي هي تبقى مفرغة، وتتأكد ان خرطوم الكهرباء ماشي من فوق عشان لما يجي الكهرباء يفتح يلاقي الانارة بتاعته، هتبدأ تشد امك تاني من تحت بين المستطيلات اللي هي المسافة اللي هتبقى فرضة اللي هتبقى بارزة 60 سم. طبعا بعد كده هنبدأ نغذي بقى اللي هي 80 سم يمين وشمال، دي امك برضو كل 60 سم اوميجا، عشان طبعا مسافة كبيرة، وهناخد عليها ناخد لها سي طبعا ونعمل لها شدادات زي ما احنا متعودين. طبعا اهو زي ما واضح في الصورة احنا خدنا اوميجا كل 60 سم، وخدنا لها سي وعملنا لها شدادات طبعا داير ما يدور لان ده بيت نور اعرض من 60 سم. بعد ما خدنا السيهات بتاعتنا زي ما واضح ما قدامكم ومشينا خراطيم الكهرباء داير ما يدور عشان هيبقى فيه انارة، هنبدأ بعد كده نخش على مرحلة التقفيل. يبقى احنا كده شدينا داير ما يدور اللي هو عندنا بيت نور يمين وشمال 80 سم، لكن في العرض هيبقى 50 سم. هنبدأ بعد كده نقفل الشغل بتاعنا على حسب المقاسات. طبعا هتقطع مقاساتك وتبدأ تقفل الشغل كله، وكده يعتبر السقف كله خد شبكة، يعني يعتبر عاملين شبكة كاملة بس على مستويين. طبعا بعد ما كده هتبدأ تقفل بتاعتك على حسب المقاسات، الجنب اللي هو 80 هتقفله، والجنب اللي قصاد اللي هو في العرض 50 سم، والمستطيلات اللي في النص اللي هي غطسة لتحت بارزة هتبقى 60 سم. وبعد كده هتبدأ تقفل الشغل بتاعك كله على حسب المقاسات المطلوبة قدامك. طبعا وكده بدأ يظهر معانا، بس الإضاءة طبعا قلت في الغرفة اللي احنا شغالين فيها او المطبخ اللي احنا شغالين فيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده يعتبر وصلنا للتقفيل المرحلة الأخيرة. بعد كده هنبدأ نمعدل الشغل بتاعنا كله بالكامل، هنركب ميتال وشاش وهتبدأ تمعدل الشغل بتاعك. يعتبر كده عملنا نفس الصورة بالظبط، الفراغ اللي وسطاني ده هو اللي هو 30 سم، هيبقى فيه سبوتات كبيرة، وهيبقى فيه سبوتات طبعا داير ما يدور في اليمين والشمال على حسب التنسيق بتاع الكهرباء اللي هيتفتح. طبعا وده شكل الديكور بعد ما خلص وتخلص معدين. طبعا احنا ما عرفناش نصور المعدون بتاعنا عشان خاطر كانت الاضاءه ضعيفه، لكن ما شاء الله كده احنا عملنا نفس التصميم بالظبط اللي هو طلب العميل. عملنا اعتبر بيت نور داير ما يدور، الجناب الطويله 80 سم، والجناب القصير اللي هو العرض من 3.65 متر عملنا بيت النور 50 بس، وعملنا في النص 3 مستطيلات 30 سم، والفواصل 60 سم. ما تنساش لو عجبك الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله، وتدعمنا بلايك عشان خاطر نستمر، وياريت نكون قدرنا نفيدكم وما قصرناش. احنا بنحاول نشرح كل حاجة، لكن طبعا وقت الفيديو هيطول، فاحنا بنحاول نقول لك الحاجات الأساسية اللي انت هتشتغل عليها او اللي احنا اشتغلنا عليها برضو وعملنا عليها الخطوات. طبعا لان كل ديكور وليه تصميم معين في الشغل.
انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.